برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبدعم من صندوق العمل تمكين تنطلق فعاليات مدينة الشباب 2030 في النسخة التاسعة وذلك بمشاركة العديد من المؤسسات التدريبية والمشاريع التي تستهدف الفئات العمرية الواقعة ما بين 9 وحتى 29 عاما. عندما تكون التطلعات والمشاريع في فضاء حقيقي ملهم تكون مدينة الشباب 2030 بصيص النور لكل شاب طموح مبدع يسعى دوما ولا يهدأ حتى يصل إلى الهدف. ومنذ أول انطلاقة مدينة الشباب ووصولا إلى النسخة التاسعة تنطلق اليوم فعاليات المدينة بالعديد من المؤسسات التدريبية والمشاريع التي تستهدف الفئات العمرية الواقعة ما بين 9 أعوام وحتى 29 عاما. في هذه العام طبعا تغيرت طبيعة التدريب عندنا في المدينة، انتقلت من مرحلة التدريب إلى مشاريع. في النهاية كل مشارك بيطلع من المدينة بمشروع يأهله لدخول سوق العمل. دخلنا إلى المهنية أكثر، إلى مستوى يعني أعلى من التدريب اللي كان سنويا يقدم. طبعا فيها تدريب البرامج وفيها معرفة، ولكن يدخلون في المجال العملي بشكل أكبر. المدينة في نسختها التاسعة تعتني بمشاريع عملية وواقعية وتطمح لإيجاد منتجات حقيقية خلال مسار البرامج التدريبية، إذ عمدت وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى تعميق الاتصال بالواقع المهني والفرص المقبلة في سعي لإيجاد صياغة مستقبلية لطبيعة الأعمال والمشاريع، وذلك من خلال تنوع جميل يشتمل على مجالات عدة تتعلق بالتصميم، الهندسة، الصناعة، التكنولوجيا، الموسيقى، الفنون وغيرها. المدينة هذه انطلقت هذا العام بشكل جديد وشكل مختلف على صعيد طبعا الشكل وعلى صعيد أيضا المضمون. فمثل ما شفنا حاليا في المدينة 10 مؤسسات تدريبية، كل مؤسسة متخصصة في مجال معين، وهذا العام يمكن حاولنا حتى نطور من طريقة تقديم البرامج. ف80% مما يتم تقديمه في البرامج هذه عبارة عن مشاريع عملية، وال20% هي مجموعة مهارات يتم اكسابها المشاركين لسهولة دخولهم في سوق العمل. فهذه واحدة من الأمور الجديدة عندنا هنا في مدينة الشباب 2030، بالإضافة إلى طبعا غيرنا مسألة التايمينج، كثفنا التدريب بحيث يصير ساعات طويلة ومكثفة على أساس الشباب طبعا يطلعون بفائدة، منها أيضا نظري ومنها أيضا عملية، وخاصة احنا يمكن مركزين وايد على العملي، فالعمل يحتاج ساعات طويلة أكثر، فكثفنا عدد ساعات التدريب في المدينة هذا العام طبعا مع مجموعة أشياء أخرى أيضا طورناها في المدينة. فالمشارك اللي بيحضر هذه المؤسسات اللي موجودة راح نعطيه الشعور أن أنا ترى قاعد أشتغل في مؤسسة وليس مركز تدريبي. فلو ناخذ مثال أن أنا قاعد أشتغل في تكنولاب، معناته أن أنا لازم أطلع بمخرج أو مشروع في النهاية. نفس الشيء أن أنا راح أشتغل في إتلي، فلازم أصمم ملابس، راح أشتغل في كافي شوب أو راح أشتغل في مطعم. فهذا الكونسبت يعني اللي قاعدين نغيره من السنوات الثمان اللي مضت عن السنة الحالية، فهذا الإحساس اللي نبي نوصله للمشاركين أن أنت شلون تفكر للمستقبل وتخلق لك فرصة من خلال مدينة الشباب 2030. على صعيد البرامج المقدمة فإنها ستحمل هذا العام العديد من المغايرات، ما يستجيب في الوقت ذاته لأحلام الشباب ومشاريعهم على أرض الواقع، والتي حان الوقت للارتقاء بمضمونها واستحداث أدواتها كي تكون منسجمة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.